بعد شد وجذب، المحكمة الاتحادية ترمي الكرة بملعب البرلمان وتقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. عدم صحة القرار الصادم عن رئاسة مجلس النواب. انسداد سياسي قائم وترقب دائم، التحالف الثلاثي يؤكد تماسكه والتنسيقي يعلنها: نحن الأكبر ولا حق برئاسة الحكومة. محذراً من العودة لسعر الصرف السابق، وزير المالية يشكو عدم السيطرة على المنافذ الشمالية، والحلبوسي يتحدث عن خيارات أحلاهما أمر. ما كان الخيار اللي هو أقل ضرر من الأخريات إلا تعديل سعر الصرف. الإقليم يتحدى بغداد، رئاسات كردستان الأربع ترفض قرار الاتحادية بشأن النفط والغاز، واتهامات التواطئ تلاحق حكومة الكاظمية. حكومة لأن متواطئ الآن، الحكومة إذا غير حكومة جدي راح تمنع هذا التهريب. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها السادس، وبوتين يعلن شروطه لإنهاء الهجوم، وزيلينسكي يوقع طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء، وحياكم الله. هذه نشرة الرابعة ونبدأها من تطورات المشهد السياسي. إذا قررت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال مراسل الرابعة إن المحكمة الاتحادية قررت عدم صحة قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، مبينا أن فتح الترشح مرة ثانية يجب أن يعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت بأنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتابع أن المحكمة بيّنت أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. تفقد الرجوع إلى مجلس النواب باعتباره السلطة الاتحادية التي تقدر جواز فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه. عليه ولكل ما تقدم، قررت المحكمة الاتحادية العليا المالية أولا الحكم بعدم صحة قرار رقم 4 لسنة 2022 الصادر عن رئاسة مجلس النواب. ثانيا، إلزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه وفقا لما جاء في المادة 59 على أول وثانية من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمرة واحدة فقط وعدم تجديدها. مشاهدينا، والحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الخبير القانوني الأستاذ علي التمر. مرحبا بك سيد الكريم في نشرة أخبار الرابعة. أهلا وسهلا. بعد شد وجذب، المحكمة تقرر بعدم دستورية الترشيح فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، كيف قرأت هذا القرار كقانوني؟ بالبداية يعني أنا أرحب بقناتكم ومشاهديكم الكرام. مرحبا بك. القرار بالمحكمة الاتحادية كان قرارا وسطيا، لم يلغي الترشيح، إنما أعطى الصلاحية لمجلس النواب باعتبار القرار مال فتح باب الترشيح كان من قبل رئيس مجلس النواب فقط. فمحكمة الاتحادية لم ترفض الترشيح، إنما أعطت حلا وسطيا كما ذكرت، حلا وسطيا أعطت المهام لمجلس النواب بالتصويت بعد اجتماع الأغلبية البسيطة هي 50+1 ومن ثم فتح باب الترشيح. طيب، هذا يعني نفس المرشحين سيعاد التصويت على فتح باب الترشيح، التصويت ليس على المرشحين، على فقط فتح باب الترشيح، ومن ثم يتم يعني بقراءتك للحدث أستاذ علي، يمكن أن نقول بأن المحكمة ابتعدت عن المواجهة لربما لأنها كانت هناك قرارات حدية اتخذتها وقرارات حاسمة، بعض القرارات منها باختيار
عدم اختيار هوشار زيبالي للترشح من جديد، وأيضا قانون النفط والغاز، وبالتالي إذا قررت المحكمة بعدم دستوريتها أصلا، بعدم دستورية ترشيح فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، لربما تضع الأمور وتذهب إلى الانسداد السياسي، وبذلك اتخذت هذا القرار والتوجه إلى مجلس النواب لحسم هذا الأمر كقانوني. هل يمكن أن نقول بأن هناك مواد قانونية ودستورية بإمكانها المحكمة الاتحادية أن تذهب وتأخذ البت بعملية عدم دستورية هذا القرار؟ نعم، المحكمة الاتحادية ما عندها سند يمنع من اتخاذ هيك قرار، كون هو عدم الترشيح يعني ما بي في السند قانوني، ترك الدستور ترك هذا الموضوع مباحا يعني متروك بدون نص. فلذلك المحكمة الاتحادية اجتهدت بإصدار هكذا قرار، كون كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية هي أثناء النظر باستبعاد العضو عضو الاتحاد الوطني السيد هشام زيباري، كان المفروض على المحكمة أن تستبعد وتعطي فرصة للحزب الديمقراطي بتبديله بمرشح آخر، ولكن لم تفعل هذا. فمن مما جعل هذا الموضوع يطرق بعدم دستورية ترشيح اللي طرق السيد رئيس المجلس النواب. فلذلك لما نعرض هذا الموضوع أمام محكمة الاتحادية ما كنا نص، تمام، ما كنا نص يقول هذا. فلذلك وجدت الحل الوسط بأن رفعت المهمة من رئيس مجلس النواب جعلتها أمام أعضاء مجلس النواب. أنت ذكرت بكلامك بأنه عملية اجتهاد من قبل المحكمة الاتحادية، ولكن في نفس سياق هذه الكلمة الاجتهاد كان بالإمكان من المحكمة الدستورية أن تقر بعدم دستورية ترشيح رئاسة منصب الجمهورية مرة ثانية. تعرف احنا هذه الحلول الوسطية هي حلول يعني تسوية، حلول تسوية. احنا هسه أمام أزمة، طيب، لابد أن تشكل الحكومة، لابد أن يصار إلى انتخاب رئيس الجمهورية، لأن كل القرارات وكل الأمور المتعلقة بالبلد لازم أن تقر بعد انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. فهذا الحلول يعني يجب أن وجدت المحكمة إلى حلول وسطية لإرضاء جميع الأطراف. فسشوفت هذا القرار ما حد راح يعترض عليه ولا راح يقول ممكن. يعني كل الأطراف الكردية فتحت منفذ لنجاة خلاص. يعني الآن بعد هذا القرار هل برأيك سيعقد مجلس النواب جلسة برلمانية لعملية إعادة الترشيح مرة ثانية لرئاسة مجلس لرئاسة الجمهورية؟ أكيد. هذا من باب، ولكن في حال تم ذلك كم عدد الأصوات المطلوبة؟ يعني هل هي أغلبية بسيطة أم مطلقة أم ثلثي الحضور؟ لا، هي إذا إعادة الترشيح على منصب رئيس الجمهورية راح يتطلب الأغلبية المطلقة هي 50+1. نعم. وهذا متوفر لأن أغلبية الكتل تريد يعني ناغمت بعض الكتل السياسية وخاصة الكردية بإعطاء الفرصة لمرشحيهم من ترشيح مجددا، خاصة الحزب الديمقراطي يعني مصر على ترشيحه بدال السيد هشام زيباري بار رحمة. نعم، يعني قرابة الشهر والبلد في فراغ دستوري كما تعلمون بعملية إشكالية بعدم وجود رئاسة الجمهورية والخلافة الذي حصل. بالإمكان أنه هذا القرار برأيك هذا الفراغ الدستوري إلى متى سيستمر؟ لربما أنه سيتعدى هذه الفترة أكثر أم سيكون له هناك حد؟ لا اكيد، يعني هو بعد ما راح يجتمع مجلس النواب ويوافق على اكيد راح يوافق على فتح باب الترشيح خلال 3 ايام. بالمناسبه خلال 3 ايام لازم يتم تقديم السيره الذاتيه والمؤهلات ووفق الشروط اللي نصت عليها القانون رقم 8 لسنه 2012، ومن بعدها سيحدد موعد لانعقاد مجلس النواب لانتخاب السيد رئيس الجمهوريه الذي يتطلب ثلثي اعضاء مجلس النواب. طيب، كما تعلمون يعني في الدورات السابقه وايضا لاحظنا في هذه الدوره عدم تغيب النواب وعدم اكتمال النصاب، هل هناك مواد او نصوص دستوريه تحد من هذه الظاهره؟ وكما تعلمون بان مجلس النواب يجب ان تكون اعداده حاضره بمجملها، لان هناك قرارات مصيريه تخص شعب، وهناك مشاريع وهناك سياسات يجب تغيير، وايضا من ضمنها عمليه الدستور. بالضبط، هذا يعني هذا ما عانينا منها بالدورات السابقة، لحد الآن احنا نعاني من هذا الموضوع. نعم. بس لكن هناك يعني حسب ما وضحت لك سابقا هناك اتفاقات سياسية، كتل سياسية، أغلبية المرشحين هم مو يعني مصرين على رأيهم، إنما يتبعون كتلهم. فلذلك الكتلة إذا أشارت إلى أعضاء المجلس النواب اللي أعضاء البرلمان اللي تحت طائلتهم اذا يعني اوجههم بعدم الحضور ما يقدر يخالفه، هو مو مستقل مو حر. طيب، وهي هاي مشكله التكتلات. الخبير القانوني الاستاذ علي تمر، شكرا انضمامك لنا في نشره اخبار الرابعة. شكرا جزيلا لك.
نبقى في الشأن السياسي. ذكدت النائب عن كتلة صادقون سهيل السلطان أن الإطار التنسيقي بصدد تشكيل كتلة الثبات الوطني وهي الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان. وأشارت السلطان إلى أن كتلة الثبات الوطني ستضم 120 نائبا وهي ستحقق مبدأ الكتلة الشيعية الأكبر، حيث ستكون رئاسة الحكومة من حصتها وليس من حصة الكتل الأخرى التي تضم كتلا سنية وكردية على حد قولها، مشيرة لأن رئاسة الحكومة ستذهب للمكون الشيعي الأكبر وهذا ما ستمثله كتلة الثبات الوطني. في الطرف المقابل، كشف تحالف السيادة عن مخرجات الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، وذكر بيان للتحالف أن الحضور أكدوا على مواجهة كافة الضغوط والاستمرار في طريق تشكيل الحكومة وفق الأغلبية الوطنية، مشددين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وأهمية تقارب وجهات النظر بين شركاء العملية السياسية وإنهاء الخلافات خدمة لأبناء العراق. من جانبه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري أن حزب برزاني مستعد لتضحية بأي منصب من أجل الحصول على رئاسة الجمهورية. وقال الحيدري أن الحزب الديمقراطي يصر بشكل كبير على تولي منصب رئاسة الجمهورية لأهمية الكبيرة على انتخابات الإقليم المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، مبينا أن الديمقراطي مستعد لتضحية بأي منصب في بغداد أو كركوك من أجل الحصول على رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه في حال عدم حصوله على الرئاسة فمن المؤكد أنه سيساوم الاتحاد الوطني للحصول على منصب محافظ كركوك. في خضم الحوارات والاجتماعات على الساحة السياسية، تبقى ساحة البيت الشيعي يشغلها التخاصم بين طرفي النزاع. الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتملي صبغ الخلاف أوراق طاولة الحوار لتخلق مسارات تفتقر لمبدأ التفاهم على الأرض. حكمة احتدام علاقة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية على هيكلية الحكومة المقبلة وصبغة الاستحقاقات السياسية والضمانات تعاني إلى هذه اللحظة من التوتر في الحوار بلا مسارات مبدئية للتفاهم نتجت عن الزيارات المتبادلة وخطاب التفاوض المطروح دائما على طاولة الحديث عن التقاطعات. العملية السياسية الآن تتجه باتجاه الانسداد السياسي، والسبب بأنه كل جهة هي مصاغة على متبنياتها وعن رؤيتها في تشكيل الحكومة القادمة، وأعتقد لها لا تقارب لحد الآن. نعم، هنالك اجتماعات تبادل وجهات نظر، ممكن بعد ذلك تتوضح شكل التحالفات وشكل التفاوض، وكذلك ممكن أن تفتح الطريق أمام تفاهم ما بين الكتل السياسية. ورغم ما طرحه التيار الصدري إلى واجهة من يسأل عن الحكومة القادمة توافقية أم أغلبية، مراقبون يصفون فكرة الأغلبية بالمستبعدة في نظام العراق السياسي المبني على نسق المصالحة التوافقية بين الكتل. حتى الشركاء الذين يؤيدون مشروع الأغلبية الوطنية أو الأغلبية الموجودة في العراق السياسية هم غير مقتنعين بهذا الأساس، لأنهم يطالبون بالحصص على أساس أنهم لابد أن تكون لهم حصص في الحكومة، فهي الأغلبية منتفية أصلا من الأساس. سير الأغلبية وواقع الأغلبية يكون على أساس التوافق، حتى الأغلبية المطروحة الآن هي أغلبية توافقية. التحالف الثلاثي واجتماعاته المتعددة بين مدة زمنية وأخرى ما هي إلا مناغمة لبقية الأطراف السياسية على ضرورة الاستعداد لخوض معضلة تشكيل الحكومة القادمة في حال ابتعد أسلوب التوافق عن صف الإطار والتيار المتذبذب في الثبات على موقف محدد وواضح. الانشطار الذي تعرضت له وحدة الموقف السياسي بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية اختلافا على رؤية ومشروع الأغلبية والتوافقية حين تشكيل الحكومة القادمة، لم تستطع سلسلة الحوارات أن تعالج شرخه المتأزم، لكن محاولات الإصرار على إيجاد مخرج للتفاوض ستكون الفيصلة في قادم الأيام. أحمد ليث، بغداد.
الرابعة. مشاهدينا، والحديث عن قرار المحكمة الاتحادية ومباحثات الكتل السياسية، ينضم معنا في الاستديو عضو الإطار التنسيقي عن تحالف النصر الدكتور سلام الزبيدي. مرحبا بك سيدي الكريم في نشرة أخبار. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كما تعلمون دكتور، المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها وقررت بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية. ما هو السيناريو المرتقب بعد هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أثبتت المحكمة الاتحادية بقرارها اليوم أنها ماضية في طريق الإصلاح السياسي والقانوني. كنا نشكل على قرارات المحكمة الاتحادية في بعض المواقف، ولكن القرارات الأخيرة كانت قرارات بعثرت أوراق التخادم السياسي من خلال الذهاب مع القانون ومع الدستور ومع بناء الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية. وسبق وأن أشرت إلى هذا الموضوع في قناتكم الكريمة، قلت أنه بعد يعني التشاور مع بعض الخبراء القانونيين ان دستوريه فتح باب الترشيح اعتقد به مخالفه قانونيه، وبالتالي كان متوقع ان يرد هذا القرار. انا قلت يعني ممكن اتخاذ القرار من مجلس النواب العراقي وتحديدا من رئيس مجلس النواب كان قرارا قد يكون به تخادم سياسي لبعض الاطراف من اجل الخروج من ازمه الانسداد السياسي، ولكن الحمد لله قرار المحكمه الاتحاديه اعتقد اعاد الامور الى نصابها، رغم أنه راح يكون تعقيد في خارطة التحالفات، ولكن بالمجمل العام أعتقد الجميع يجب أن يعني يرضى بهذا القرار المبت البات للمحكمة الاتحادية، وعلى الجميع أن يلتزم بقراره في الذهاب بالأطر الدستورية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس تمام الجمهور. ولكن كما تعلمون دكتور، قرار المحكمة لم يكن حازما في هذا الجانب، وإنما أعطت الباب لمجلس النواب يعني يكون الترشيح من خلاله. لذلك يمكن أن نقول بأن الجلسة المقبلة ستشهد فتح باب الترشيح من جديد من خلال طلب من مجلس النواب، وأيضا يعني هل ستعقد جلسة البرلمان تصويت على هذا القرار مباشرة لحل هذه المعضلة؟ لا تنسى بأننا تعدينا على الفترة الدستورية المقررة لرئاسة مجلس رئيس الجمهورية. يعني للأسف بكل صراحة عبور التوقيتات الدستورية بهذه الطريقة وسكوت مجلس النواب العراقي اللي كنا نتأمل به أن يكون مرحلة التغيير والإصلاح والذهاب بمشروع الدولة، للأسف عبور هذه التوقيتات تعطي رسائل خاطئة بأننا باقون ضمن المتخادم السياسي والمصالح الضيقة على حساب المشروع الدولة. لابد أن يكون هناك أطر دستورية وقانونية. أعتقد ما زال قرار ترشيح القائمة الأولية نافذ، وبالتالي على مجلس النواب العراقي أن يمضي بالأسماء التي صادق عليها في الورقة الأولى لرئاسة الجمهورية. أما الذهاب بتعقيدات وفتح باب الترشيح هذا راح يأخر تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي سيكون المتضرر الوطن والمواطن. على الجميع أن يعي تماما أن الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم وتدارك موضوع التوقيتات الدستورية يجب أن يكون حاضرا بالمرحلة القادمة، وإلا ستتعقد الأمور وممكن أن نشهد غياب لرئيس الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية، وأيضا غياب لرئيس وزراء القادم للحكومة. نعم دكتور، يعني هذا المؤشر يمكن أن نقول بأن عند فتح باب الترشح من جديد من قبل مجلس النواب المطالب بهذا الأمر، هل يمكن أن نقول بأنه رسالة للمرشحين الذين تم ترشيحهم من قبلهم وتقديم هذا الطلب رئاسة مجلس النواب بأنهم غير مقبولين إذا تم فتح باب الترشيح من جديد؟ يعني بالنتيجة أستاذ وسام، يعني هو المنصب هو عرف سياسي للمكون الكردي، وهذا يعرف الجميع به. والمكون الكردي حقيقة قطبي المعادلة السياسية في إقليم كردستان هو الحزب الديمقراطي والاتحاد، وبالتالي قائمة طويلة وصلت إلى 26 مرشح لا يوجد بها إلا اثنان فقط، هم السيد برهم صالح وفي وقتها السيد هوشار زبارك، كانوا كمرشحين مدعومين من الأحزاب بالعرف السياسي، وبالتالي كانت هي قائمة شكلية. لذلك اليوم الفرصة مؤاتية أن نعود إلى الأسماء الوطنية الحاضرة يتفق عليها الحزبان ويتفقون على شخصية وطنية، وهناك شخصيات تحمل من التاريخ جيد والوضع الإداري والسي في الممتاز ممكن أن يتفق عليها، ونذهب بالمشروع الوطني بعيدا عن الذهاب إلى الخندقة والمصالح الضيقة. وبالتالي أعتقد الحل الأمثل هو أن نجد شخصية مناسبة من الشخصيات الـ 25 المتبقية للذهاب بمرشح تسوية قادر على أن يكون رئيس وزراء للعراق وليس لجهة أو حزب أو تمام قومية. نتحدث الآن عن الحوارات السياسية والإطار التنسيق، أنا نيته عن تشكيل تحالف الثبات الوطني في مجلس النواب.
بعدد نواب يتخطى 120 نائبا، يمكن أن نقول بأنه هو كلام واقعي أم مجرد حديث عن ورق أو كتابة عن ورق، أم هو ورقة ضغط على التيار الصدري من أجل عودة الحوارات والنقاشات ما بين الفريقين؟ يعني لحد الآن هو لا يوجد شيء رسمي بهذا الأمر، ولكن الإطار يعتزم بأن تكون له حضور من خلال كيان يسجل داخل مجلس النواب العراقي باسم الثبات الوطني، وكانت هناك حوارات مستفيضة بين بعض القوى السياسية الراغبة أن تكون مع الإطار، رغم أنه الإطار قدم مبادرة من ثلاثة نقاط مهمة، كان من المفترض على القوى السياسية الأخرى أن تناقش هذه المبادرة للخروج من نفق الأزمة. نتمنى أن يتفق الجميع على مشروع وطني، وأن تكون الكتلة الأكبر حاضرة بالآليات الدستورية لا بالإقصاء أو بلي الأذرع. يجب أن يكون المشروع هو مشروع الدولة لا مشروع السلطة، وبالتالي من حق أي إذا كان الإطار أو الكتلة الصدرية المتمثلة بالتحالف الثلاثي تستطيع أن تمضي بالكتلة الأكبر، فهناك آليات دستورية ممكن أن تمر منها. يعني بس التأكيد على هذا الحديث اللي تحدثت به دكتور سلام، كما تعلمون بأن بالمقابل التيار الصدري يتمسك بالأغلبية الوطنية، ونلاحظ الحراك الثلاثي المستمر، وهناك تصريحات بتمسك التحالف الثلاثي التيار الصدري والسيادة والديمقراطي. برأيكم من سيكون بمقدار إعلان الكتلة الأكبر وفق الآراء، وأنت كونك عضو في الإطار التنسيقي، كيف تقارن حراك الإطار مع حراك التيار الصدري؟ بالنتيجة للجميع الحق بأن يذهب بتشكيل كتلة الأكبر، أكرر، ضمن الآليات الدستورية، وأيضا ضمن مبدأ عدم الإقصاء. أي شخصية من العمل معادلة السياسية يجب أن يكون الحوار حاضرا. أنا أعتقد أنه الشعار الأغلبية الوطنية ليس هو فقط اسم يطلق، يجب أن يكون له مقومات وقواعد. الآن للأسف الشديد عندما تتحالف مع جهات تتمرد على القانون وجهات تذهب إلى الخارج من أجل أجندات خارجية، هذا يلغي مفهوم الأغلبية الوطنية التي يجب أن تكون لها مقاومات مشروع سياسي، وأيضا الرجوع إلى شعار الكتلة الصدرية أنه لا شرقية ولا غربية، وكيف بحليف قوي ثابت معها يذهب بتحركات خارجية ممكن أن يعني تسلم السيادة العراقية. نتمنى من الكتلة الصدرية أن تكون الأغلبية الوطنية هي أغلبية مشروع وليست أغلبية السلطة. طيب الدكتور سلام الزبيدي عضو الإطار التنسيقي عن تحالف النصر، شكرا انضمامك إلينا في هذا اللقاء. شكرا لكم. شكرا لكم. نيابيا وافقت رئاسة البرلمان على طلب استضافة وزير النقل ومدير شركة الموانئ العراقية لمناقشة مشروع ميناء الفاو، وبحسب وثائق رسمية وافقت رئاسة مجلس النواب على الطلب المقدم من قبل النائب فالح الخزعلي بشأن استضافة وزير النقل ومدير شركة الموانئ العراقية لمناقشة مشروع ميناء الفاو الكبير والعقود الوزارية والبالغة قيمتها 2,600,000,000 دولار. هذا وحددت رئاسة مجلس النواب الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية قبل رفع جلسة الاعتيادية اليوم، وصوت المجلس على عدد من القوانين بعد استضافة وزير المالية لمناقشة ارتفاع أسعار صرف الدولار وآثاره على السوق المحلية. وقد صوت المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية إضافة لوظيفته، فيما صوت أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين والأجهزة الأمنية منهم. جلسة البرلمان شهدت أيضا مناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية بحضور وزير المالية علي علاوي، إذ أشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى أن خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب الأزمة المالية التي لم تتمكن حينها الحكومة من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين. وقال الحلبوسي إن الحلول المطروحة حددت بعدة خيارات
منها تخفيض رواتب الموظفين وتسريح عدد من الموظفين وإحالتهم على التقاعد إجباريا، لكن المجلس اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريليون دينار وأوجد حلا للمشكلة. كملت شهر 11، جينا إلى الأسبوعين الأخيرة من السنة المالية في عام 2020. وزير المالية قال لا يوجد مبلغ لدفع رواتب الموظفين ابتداء من العام القادم. تريدون أطلع للإعلام أتحدث والاقتصاديين اللي معاه والكادر المتقدم والأخ رئيس الوزراء وطلبوا اجتماع للقوة السياسية. هذا قرار سياسي يتعلق بقوت الناس، يتعلق بإدارة الدولة، يتعلق بحماية مقدرات الشعب. كانت الحلول المطروحة الآنية حتى تصرف رواتب الناس، حتى تبقى خدمات على الحد الموجود وتمشي الدولة العراقية، كانت الحلول المطروحة تخفيض رواتب الموظفين إلى 30، يعني قيمة التخفيض 30%. وكان مقترح آخر مقدم تسريح موظفين وإحالتهم على التقاعد الإجباري، وكان مقترح آخر إيقاف كل المشاريع والخدمات في كل المكانات وإيقاف الموازنة الاستثمارية. ما كان الخيار المتاح، وكانت الخيارات المطروحة أن كل الذني يمشن. كان أكو موقف للقوى السياسية أنه لا يمكن المضي بكل هذه الإجراءات سويا. ما كان الخيار اللي هو أقل ضرر من الأخريات إلا تعديل سعر الصرف. من جانبه دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي الحكومة إلى العمل على فرض سيطرتها على قطاعاتها المالية ووضع حل أساس بالتزام وزارة المالية بدعم الطبقات البسيطة في المجتمع. أتمنى من الأخ معالي الوزير والأخ الطيف، وباعتبار نحدد المسؤولية عليهم الآن، نعم أكو حكومة كذا، لكن المسؤولية باعتبار على وزارة المالية أن تجد حلول. ارتفع سعر الصرف وارتفعت المواد أسعار المواد الغذائية، الأدوية، المستلزمات، فلازم أكو حل. إحنا نطلع بجلسة ونحكي، حكينا، واليوم حضور ما شاء الله أكثر من 280 نائب، هاي جلسة يعني مميزة. لازم أكو حل، إحنا ننتظر حل، وحل مكتوب والتزام من قبل وزارة المالية. أخواننا طالما هناك فائض ب يعني الكتلة المالية اللي حصلوا عليها من خلال زيادة سعر النفط، وصل اليوم أكثر من 105 دولار، وهذا مبلغ جيد. لذلك نحتاج أن تكون حلول لهؤلاء الفقراء. أنا مو أتكلم هسه إعلام، لكن أكو ناس إخواني يتغدى ما يتعشى، ما يقدر يجيب علاج، ما يقدر يعيل عائلته، ولذلك لازم يعني يكون حلول. أتمنى جلستنا مو يعني جت احتباطية أو جت على مود تحضرون، أتمنى أن تكون حلول. تقولون ما عاجزين ما نقدر، مو يمنا، احنا نضغط على الحكومه، الحكومه لازم تجد حلول، وزارات اخرى، نزيد يعني قضايا الضريبه والجمارك شلون نعالجها، فنحتاج حلول. اتمنى من الاخ معالي الوزير، واحنا كنا عندنا ثقه انه يجد حلول لهذه الطبقه الفقيره. بدوره حذر وزير الماليه علي عبد الامير علاوي من فوضى ماليه في حال تغيير سعر صرف العمله بصوره غير مدروسه، مقترحا منحة مالية للفئات الضعيفة. وذكر علاوي خلال استضافته في مجلس النواب أن تغيير سعر الصرف تم على وفق تخطيط شامل مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن 60% من المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها، بضمنها الواقعة في إقليم كردستان. حتى تخفيض سعر الصرف يصير دائما، واحد يرفع سعر صرفه اذا الاسعار الصرف الاخرى الدول الاخرى تتنافس وياه تنزل فتصعد تلقائيا. لكن احنا كقرار حكومي ناخذه ان نغير سعر الصرف في ظل هذه الظروف، لان اكو ما يسمى بوفره ماليه خلال فتره معينه من الزمن مبنيه على اسعار ثبتت في أثناء أزمات، بصراحة عملية خطرة جدا، وأكيد تؤدي إلى عكس ما هو المتوقع بأن تزيد تقلل من إمكانيات العراق التنافسية. ربما خلال شهر شهرين القادمة بس نخلص من
مشروع القانون ويعرض على مجلس النواب كقانون طارئ. الأشغال العامة هي لثلاث أهداف بصراحة. أولاً نوظف العطالين من العمل خاصة الفئات الفقيرة، ننطيهم فرص عمل، فرص عمل بها إنتاجية بها فائدة بها معنى. الشيء الثاني هو أن نحرك القطاعات المقاولات والمقاولين الصغار نسبياً. في السياق أكدت مديرة دائرة الموازنة الاتحادية طيف سامي أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط غطت مستحقات الإقليم غير المدفوعة للحكومة الاتحادية. وأضاف سامي أن الكثير من المبالغ المالية المخطط لها في الموازنة لم تتحقق وتقدر بأكثر من 6 تريليونات دينار. اللي ناقص أدي 250 ألف برميل مال الإقليم مدى يدخل بالفعلي؟ لو تحسب ال 250 ألف برميل في 45 في سعر الصرف راح يطلع لك المبلغ الناقص اللي هو ما داخل بالموازنة. هذا لاحظ إذا تقارنه ويا المخطط طبعا يكون أكو فرق. فصار الزيادة بالأسعار اللي صارت مال البرميل أخذناها عوضناها بالنقص مال 250 ألف برميل مال الإقليم. اثنين، أكو بعض الفقرات مال الإيرادات الغير النفطية أنتوا مشكورين، أنتوا ساعدتونا كوزارة مالية وكحكومة حطيتونا هواية فقرات موارد إضافية، لكن للأسف أكثر الوزارات ما طبقتها وما أجانا هذا الإيراد. أكو بالجدول كان أكو أيضا خطأ، إحنا كحكومة كنا حاطين، الحكومة من جابة المشروع كنا حاطين بمبلغ أنه نفرض ضريبة على موظفين الدولة بالكامل 2600 زائد 1 على المتقاعدين فيصير 3600. هذا ما تحقق لأن أنتو كمجلس نواب رفضتوا أنه نفرض على الضريبة، لأن قلتوا الأسعار راح تصعد، مال النفط ماكو داعي أنه تأخذون من الموظف، بس هو دخل بالمخطط بجدول ألف بالمئة واحد. هواية مبالغ ما تحققت عندي، يعني تقريبا في 6 تريليون. هاي 6 تريليون هو اللي أخذتها أسعار النفط الزيادة بالنفط. عدم القناعة والقناعة كانا شاخصين بجلسة مجلس النواب التي استضافت وزير المالية علي علاوي ومدير الموازنة طيف سامي لمناقشة سعر صرف الدولار وما نتج عنه من ضرر لعدة شرائح بالمجتمع العراقي. لمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء، وكذلك مناقشة الدين العام والسياسة المالية، استضاف مجلس النواب وزير المالية علي علاوي لتحظى أجوبته بامتعاض قوى وقبول أخرى بعد بيان الأسباب التي دفعت إلى رفع سعر الصرف سابقا. الأجوبة للسيد معالي وزير المالية كانت أجوبة مقنعة والبعض الآخر غير مقنعة، لكن نحن نأمل بالنتيجة اليوم ما حد لمصلحة بتضرر الدينار العراقي أو رفع الدولار العراقي لحساب الدينار العراقي. بالتالي شفت أنت انعكس سلبا على ارتفاع المنتجات في الشارع وأثر سلبا على المواطن العراقي. وتبين قوى النيابية إن السياسة المالية أو الورقة الإصلاحية التي ادعتها الحكومة سابقا هو ما كان مصدر اعتراضها، كون التبعات الاقتصادية تجلت تأثيراتها المباشرة على أصحاب الدخول المحدودة والمتعففين. احنا في دولة القانون كنا منذ البدء نطالب بخفض سعر الدولار، والمبررات التي سيقت آنذاك والمبررات التي يطرحها الوزير الآن هي مبررات غير مقنعة غير واقعية. كانت هناك أزمة، وحل هذه الأزمة كان ممكن أن يكون من يعني كثير من الموارد الأخرى، تفعيل كثير وتعظيم كثير من واردات العراق، ممكن أن نخرج من هذه الأزمة وهي لم تستمر طويلا. الآن عاد سعر البرميل النفط ووصل إلى أكثر من 100 دولار. ووفقا للسياقات الدستورية فإن عدم اقتناع البيت التشريعي بأجوبة الشخص المستضاف تحتم على البرلمان اتخاذ الخطوة الثانية المتمثلة باستجوابه بغية البت بإقالته من عدمها. وبعد استضافة وزير المالية داخل البيت التشريعي والتي تباينت أجوبته بين مقنع وغير مقنع بالنسبة للقوى النيابية، إذا يدعو نواب آخرون إعادة النظر بالسياسة المالية بالمجمل. من داخل بناية مجلس النواب في بغداد، مصطفى علوش، الرابعة.
رفض إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في مناطقها. الرئاسات الأربع في الإقليم، رئاسة الإقليم وبرلمانه ورئاسة الحكومة ومجلس القضاء، خلال اجتماع أصدرت 6 نقاط حول قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإدارة نفط كردستان، مؤكدة أن قرار المحكمة غير مقبول وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولا يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، مشيرة إلى أن إقليم سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان. هذا واتهم السياسي المستقل صلاح عبد الرزاق حكومة الكاظم بتواطؤه مع إقليم كردستان. وأضاف عبد الرزاق خلال استضافته في برنامج المسافة صفر الذي يبث على قناة الرابعة أن الحكومة لم تتجرأ على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بإيقاف تصدير النفط إلى الخارج. الحكومة لأن متواطئة الآن، الحكومة إذا غير حكومة جدي راح تمنع هذا التهريب، وراح حتى هاي الحكومة لو بقت الآن وقدمت موازنة ما ممكن يمرر بالبرلمان أنه تعالوا جيبوا 250 ألف برميل مثل سنوات 2020 و19 وقبلها، ونعطيكم حصتكم 17% ورواتب البيشمركة ورواتب الموظفين وغيرها. هذا ما راح يصير. بس هاي الحكومة متواطئة، بس هاي الحكومة لو كل الحكومات المشكلة قديمة مو جديدة. إيه بس قرار ما كان موجود. أنا وياه، أنا ما أقول أبرئ كل شيء، أليس الهدف أنه الآن هل يجب طاعة هذا القرار ونحط إجراءات أو نضع إجراءات في الموازنة؟ بالموازنة ما راح يعبر، ما ممكن بعد يعبر مثل السابق المادة 10 في موازنة 2019 والمادة 9 ب 2020 وغيرها اللي سمحت ب يعني منح الإقليم دفعات شهرية وغيرها عامل يسدد او مقاصه راح تصير بعدين. هذا كله بل بالعكس، الان القرار يقول لازم ترجعون تسوون عمليه مراجعه للكل وبحضور ديوان الرقابه الماليه. طيب هذا اللي رفضوه الجماعه وما يردون ايضا يعطون. استضافة وزير الماليه ورفض الاقليم قرار النفط والغاز نناقشه بشكل مفصل مع النائب عن دوله القانون السيد محمد الشماري. مرحبا بك سيد الكريم في نشره اخبار الرابعه. بدايه مع استضافه وزير الماليه في البرلمان، كيف رايتم جلسه الاستضافه هذه؟ وهل كانت اجوبه وزير الماليه ومسؤوله الموازنه مقنعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا ومرحبا. الحقيقة كانت استضافة السيد وزير المالية بالأمس مطولة وطرقت فيها كل الأبواب. الحقيقة من خلال الجلسة لما وزارة المالية اختارت الجانب الأضعف في تنفيذ قرارات وهو المواطن، في حين أنه لابد أن يكون هناك تركيز على رفاه المواطن. مالية أكدت أنها كانت بصدد توفير أو تهيئة وفرة مالية، لكن هذه الوفرة المالية صبت في رأس المواطن، أثقلت كاهل المواطن، أتعبت اقتصاديا. الحقيقة أجوبة السيد وزير المالية كان في قسم من جوانبها أنه كان كأنه وضع في زاوية لابد منها، قسم منها مقنع والأغلب كان غير مقنع، وخاصة الميل على المواطن، مسألة الميل على المواطن. أما هناك تقصير حكومي واضح، تقصير في عمل وإداء وزارة المالية. يعني الأبدأ أنه الحكومة تستحصل واردات من المنافذ الحدودية، من الضرائب، أن تحقق واردات من الزراعة الصناعة، هذا كلها تركتها جانب وذهبت إلى إضعاف القوة الشرائية لدى المواطن. طيب سيد محمد، سيد محمد نعم تمام. بالإمكان كما قلت قبل قليل بأنه الذهاب إلى
الصناعة المحلية وتطوير الجانب الزراعي العراقي الداخلي، وكل هذه الذي تحدثت به هو موجود في الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة السيد الكاظمي. بالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الأسئلة والطروحات يمكن أن تطالب بأن باستضافة وزير رئيس وزراء الحكومة الكاظمي لمتابعة الورقة البيضاء ومستحصلاتها وما ألقت على جانبه على الطبقة الفقيرة تحديدا التي ترافقت مع سعر الصرف. الحقيقة هذه الورقة البيضاء يبدو أنها كانت بيضاء فعلا لا كتابة فيها، لأنه واقع الحال يعني أنت تعلي ورقة بيضاء بغض النظر عن المسمى، وأنا أعتقد حتى بالمسمى خلل، لأنه عندما قالوا أنها ورقة بيضاء أي أنها لا تحتوي على شيء، وواقع الحال يقول أنها لم تحتوي على شيء، وإلا كان أكو تجد نهوض بالواقع الزراعي، بالواقع الصناعي، بالواقع الأمني، بالواقع الخدمي، بالواقع الاقتصادي اللي اليوم يضرب في العظم كما يقال، يعني الضرب على العظم بهذا المال. حقيقة ما لمسنا شيء. طيب. قضية يعني هسه مهمة أقول فيها، اليوم عندك أي خلاف ويا الحكومة العراقية ويا وزارة المالية العراقية، لو كنت راهن عندها سنتيم تقوم الدنيا وتقعد حتى تستحصل حقوقها وزارة المالية، ليش مفرطة ويا الأكراد؟ سبب تفريطها باستحصال الأموال من الواردات الكردية، سبب تفريطها بالمنافذ الحدودية، سبب تفريطها بالزراعة، يعني كان هذا الباب وزارة المالية بالدرجة الثانية تكون عنها. طيب. لكن هاي الأسئلة نعم. الأشياء اللي بيده اللي هي مسؤولة عنها نعم. يعني لماذا سيادة النائب تصير؟ طيب سيادة النائب يعني ما هي الخطوة المقبلة لمجلس النواب يعني عقب استضافة وزير المالية؟ هل هناك إمكانية لتغيير سعر الصرف؟ هل هناك إمكانية كانت هناك طروحات من قبل أعضاء مجلس النواب السابق بأن يكون من ضمن في حال رفع سعر صرف الدولار أن تكون هناك 500 مليار دينار عراقي تدعم الطبقة الفقيرة؟ ستفعلون هذا الموقف أم لا؟ الكلام خلنا نقول لك جزء من جانب. نعم. أولا النهاية يعني ختام الجلسة وصلنا إلى عفاء وزير المالية فرصة أسبوعين نعم. لإعداد آلية أو طريقة لإصلاح الحال. أما موقف النواب عموما على الغالب كان باتجاه إعادة سعر صرف الدينار إلى سابق، الآلية الكيفية أنه إعطاء فرصة لوزير المالية مدة أسبوعين لتنفيذ هذا القرار أو إقناع مجلس النواب العدول عن هذا القرار. طيب. وإن كان قلت لك أكد على مسألة أنه النواب ونحن منهم ائتلاف دولة عدد سعر صرف الدينار إلى سابق عهد. طيب. فننتظر هالأسبوعين ما هي الحلول المقدمة، كيف سيتم التعامل مع القضية، ومن ثم يكون البدء بهذا الموضوع. طيب كنت معنا ضيفا عزيزا عبر سكايب النائب عن دولة القانون السيد محمد الشماري، شكرا انضمامك إلينا في نشرة أخبار الرابعة. إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف متابعة أوضاع 13 عراقيا مع عائلاتهم عالقين في منطقة سومي بأوكرانيا وبشكل عاجل. وقال الصحاف إن سفارة جمهورية العراق في كييف تنسق مع السلطات الأوكرانية بشأن العائلات العراقية العالقة. هذا ووجه وزير الخارجية فؤاد حسين أمس الاثنين سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا بمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي مانويل ماكرون بأنه يشترط لإيقاف الحرب على أوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية وإعلان حياد كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن نازيتها. وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين إن روسيا منفتحة على المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وتتوقع أن تؤدي المحادثات إلى النتائج المرجوة. بدوره طلب الرئيس الفرنسي إيقاف جميع الضربات والهجمات على المدنيين وأماكن سكنهم والحفاظ على جميع البنى التحتية المدنية وتأمين الطرق خصوصا طريق جنوب كييف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما برفض أو بفرض عقوبات على الولايات المتحدة ودول أوروبية. وذكر الكرملين أن بوتين وقع مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها، مضيفا أن بوتين وقع أيضا مرسوما يحظر فيه تحويل العملات الصعبة إلى حسابات خارج روسيا ابتداء من الأول من الشهر الحالي. من جهته وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي أنه يناشد الاتحاد الأوروبي لقبول انضمام أوكرانيا العاجل بموجب إجراء خاص جديد. وأظهرت صور وثقت لحظة توقيع زيلينسكي طلب الانضمام، حيث ظهر في إحدى تلك الصور وخلفه أكياس من الرمل يختبئ وراءها جنود. قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينيزيا إن بلاده لم تبدأ الحرب في أوكرانيا وأنها تعمل على إنهائها. وأضاف نيبينيزيا أن بلاده لا تشعر بالعزلة على الساحة الدولية، وهناك دول كثر تتفهم الموقف الروسي وأسباب قيامها بهذا الفعل. السلطات في كييف، السلطات الإجرامية التي خططت مسألة قطع الطريق على دونباس، وكذلك كانت قد قامت بتعليق الخدمات المدرسية والخدمات. وفي روسيا هناك أكثر من 100,000 لاجئ من دونباس وهم يريدون أن يعودوا إلى منازلهم، في حين أن كييف كانت تواصل انتهاك اتفاق مينسك، واللوم يقع أيضا على الجانب الغربي الذي دعم كييف في رفضها احترام اتفاق مينسك وإغراق الشعب بالأسلحة. وكذلك منذ بداية الأزمة في 2014 كان هناك 3 ملايين أوكراني غادروا أوكرانيا وتوجهوا إلى روسيا. ختاما أود أن أؤكد أن روسيا ليست هي التي بدأت الحرب، هي فقط تريد أن تنهيها. أوكرانيا هي التي بدأت الحرب في 2014. من جهته أكدت مندوب بريطانيا بمجلس الأمن أن القوات الروسية قتلت مئات المدنيين الأبرياء من أهالي العاصمة الأوكرانية كييف. وأضافت المندوبة البريطانية أن ملايين من الأوكرانيين فروا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. كما سمعنا من الأمم المتحدة اليوم، مئات المدنيين قتلوا بسبب الغزو الروسي. زميلي الروسي حاول أن يصف التقرير الأممي بأنه هستيريا، كما كان يقول إن حديث الغرب عن اقتراب غزو هو هستيريا.
دعونا ننظر إلى الوقائع. نصف مليون شخص فروا مسبقا إلى بولندا وهنغاريا ومولدوفا وسلوفاكيا ودول أخرى. ملايين الأشخاص نزحوا كما قال الممثل من مفوضية إغاثة اللاجئين. عمال الإغاثة من الأمم المتحدة أجبروا على تعليق عملياتهم. بوريس جونسون أعلن عن 50 مليون دولار لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين. هذه الحزمة الأخيرة للمساعدات تجعل المساعدات البريطانية هذا العام إلى 190 مليون دولار. مشاهدينا، قبل الختام نذكركم بأهم ما جاء في نشرتنا. بعد شد وجذب، المحكمة الاتحادية ترمي الكرة بملعب البرلمان وتقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. عدم صحة القرار الصادر عن رئاسة مجلس النواب. انسداد سياسي قائم وترقب دائم. التحالف الثلاثي يؤكد تماسكه والتنسيق يعلنها: نحن الأكبر والأحق برئاسة الحكومة. محذرا من العودة لسعر الصرف السابق، وزير المالية يشكو عدم السيطرة على المنافذ الشمالية، والحلبوسي يتحدث عن خيارات أحلاهما أمر. ما كان الخيار اللي هو أقل ضرر من الأخريات إلا تعديل سعر الصرف. الإقليم يتحدى بغداد. رئاسات كردستان الأربع ترفض قرار الاتحادية بشأن النفط والغاز، واتهامات التواطئ تلاحق حكومة الكاظمية. الحكومة لأن متواطئة الآن، الحكومة إذا راح تمنع هذا التهريب. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها السادس. بوتين يعلن شروطه لإنهاء الهجوم، وزيلينسكي يوقع طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على الموقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، سناب شات وتيك توك. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.